مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد الإنجاز التاريخي الذي صنعه منتخب المغرب كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، احتفالات عارمة في مدينة باريس صنعها المغاربة والجزائريون في هذه المقاطع. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.